الضياف 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 ندعو ربي سبحانه وتعالى الخاوتنا اللي راهم استشهدوا في هذا الحريق نتاع الطائف طارف وسوق هراس الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم وهذو اللي هم حرقوا النار نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل راهم يحرقوا فينا ربي يحرقهم يا ودي الله يحرقهم هذو الناس الله يهديهم والله الله يجعل سيدي ربي بعدهم علينا والله يحفظ الجزائر الجزائر هذه بلاد الشهداء هذا الجزائر راه مسقيه بدم الشهداء يا ربي اللي راه باغي الجزائر الخير الله يعطيها الخير الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أجمعين رانا في البحر حميدة قام بنا ولقى بنا وجاو العلف وكل ولاية متلمسان متيارت مشلف 22 ولاية كاع العلف جاو هنا وقام بنا ورا عنا المعروف في جنين مسكين ولاية معسكر الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء والله ينصر البلاد تاعنا وهذا الوعده راه مشاركه فيها قريب 40 الف كما نقولوا حوالي 400 حصان كما نقولوا وعدنا احنا رانا جايين زوج من تيارت انا هي العلفه المتحابين في الله وعلفه القنوني تاع تيارت وهذو فرسان خوتي وصحابي هم جايين عند خونا حميده متواجدين هنا في بلديه سيدي ابراهيم ولايه سعيده ولايه بلعباس وضيوف من ولايه سعيده ونمثلوا ولايه سعيده في الفروسيه ورانا معروضين في سيدي ابراهيم عند سيدي حميده عند سي حميده اللي يدير في الوليمه من ماله الخاص ويلمد في اهل الغرب. اشفي لها المراشه في الدار. امين. يا ربي. امين. يا الوالدين. امين. يا سرق البلافو. امين. سيدي ابراهيم يرضى على البراق. جيلاني مرحبا به في داري. امين. ان شاء الله والله يشد فيك. امين. ويشد في خيرك. امين.